أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من مرجع كتابي في اللغة العربية. سنشتغل اليوم على التطبيقات الكتابية الموجودة في الصفحة 152، كما رأينا في الحلقة الماضية الشكل الموجود في الصفحة 151. السؤال الأول يقول: استخرج ولا استخرج من النص توكيدا لفظيا وأعربه. بالنسبة للنص إذن لا يوجد هنا توكيد لفظي، إذن في النص لا يوجد توكيد لفظي. السؤال الثاني: استخرج من النص توكيدا معنويا وأعربه. إذن التوكيد المعنوي الموجود في النص هو نفسها، إذن التوكيد المعنوي، ويدل استعمال كلمة هبريد نفسها. إذن نفسها توكيد معنوي، وإعرابه هو توكيد معنوي مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، يعني تابع لكلمة كلمتي، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذن هذا هو إعراب كلمة نفسها، كما نعلم أن التوكيد من التوابع. السؤال الثالث: أصل بخط بما تتضمنه من كل جملة بما تتضمنه من توكيد. السيارة الهجينة غالية غالية الثمن. إذن أين هو التوكيد؟ الكلمة الثانية هنا هي التوكيد، غالية التوكيد. النوع التوكيد هنا توكيد لفظي. الطاقة النفطية عينها ملوثة، إذن عينها توكيد معنوي. ماء البحر مالح مالح، إذن هنا توكيد لفظي. ثم أخيرا كلمة هبريد نفسها تعني الخليط، إذن نفسها هنا توكيد معنوي، توكيد معنوي. السؤال الرابع: أصوغ اسم الآلة من الكلمة التالية وأركبه في جملة تامة أو في جمل تامة. برد، لقط، ثقب، طرق. بالنسبة برد، اسم الآلة منه هو مبرد. الجملة هي: برد الجزار السكاكين بالمبرد. إذن المبرد اسم آلة. لقط، لقط ملقط. أخذت المسمار بالملقط، إذن اسم آلة. ثقب، اسم الآلة هو مثقاب. يستعمل المثقاب في الكشف عن منبع النفط، إذن المثقاب اسم آلة. ثم مطرقة، طرق، مطرقة. دق البناء المسمار بالمطرقة، إذن اسم آلة. نمر للسؤال الخامس: أعرب جمع المؤنث السالم الوارد في النص. بالنسبة للنص لدينا أربع كلمات، يعني جمع مؤنث سالم. من السيارات، إذن السيارات جمع مؤنث سالم، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن كما نعلم جميعا أن الجمع مؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالفتحة بالكسرة النائبة عن الفتحة ويجر بالكسرة الظاهرة. ثم لدينا كلمة بطاريات. إذن هنا بالنسبة في النص، إذن كلمة بطاريات هنا لحملها بطاريات أكبر حجما. إذن بطاريات هنا مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة. إذن بطاريات مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ثم كلمة مميزاتها. إذا رجعنا إلى النص، من مميزاتها، أن من مميزاتها، إذن مميزات هنا اسم مجرور. إذن مميزاتها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. وأخيرا لدينا كلمة غازات جمع مؤنث سالم. إذا رجعنا إلى النص، نلاحظ هنا لا ينتج غازات ضارة،
إذن ينتج هنا فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ينتج ماذا؟ غازات. غازات مفعول به مجرور، أو مفعول به عفوا، مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة. إذن غازات مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. السؤال السادس، استخرج من النص اسماء التفضيل وادرجها في الجدول التالي. إذن لدينا كلمتين اسم تفضيل، وهما اكثر، عفوا اكبر على وزن افعل من الفعل كبر، ثم لدينا اثقل من وزنه هو افعل من الفعل ثقل، ثقل. ثم السؤال السابع، إذن بالنسبة للسؤال السابع لدينا أحول المفرد في العبارة التالية إلى جمع المؤنث السالم وأعربه، وهكذا فالسيارة الهجينة تستعمل بطارية كهربائية بالإضافة إلى وقود عادي في تخزين الطاقة. إذن تحويله إلى تحويل الكلمة إلى جمع مؤنث السالم سنجد هنا وهكذا فالسيارات الهجينات، السيارات هنا مبتدأ مرفوع بالضمة الضائرة على آخره، الهجينات نعت تابع لمنعوته في الرفع، تستعمل بطاريات، تستعمل بطاريات، تستعمل فعل والفعل من المستقدره هي، تستعمل ماذا؟ بطاريات مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة، كهربائية نعت، بالإضافة إلى وقود عادي في تخزين الطاقات. الطاقات هنا مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. هذا فيما يتعلق بالسؤال السابع. بالنسبة للسؤال الثامن، ماذا لدينا؟ أكتب فقرة أبدي فيها رأيي في السيارة الهجينة مقارنة بالسيارة النفطية مع توضيح ما تعرفته من ظواهر لغوية. حاولت أن أكتب هنا فقرة بسيطة. إذن تعتبر السيارة الهجينة أفضل، إذن اسم تفضيل كما رأينا في درس الصرف والتحويل، أفضل مثال على التطور الذي يشهده العالم يوما بعد يوم، حيث يقوم محركاها، بمعنى محركين الموجودين في السيارة الهجينة، بتخزين الطاقة وتحويلها إلى حركة، وهذا هو المستقبل الذي يتجه نحو استغلال الطاقات، جمع مؤنث سالم، المتجددة النظيفة، والتخلي عن الطاقات الأحفورية الملوثة، كما أن هذه السيارات نفسها هي الأمل في الحفاظ على البيئة من التلوث. إذن فقرة بسيطة استعملنا فيها بعض الكلمات التي رأيناها في الظواهر اللغوية، كاسم التفضيل، الجمع المؤنث السالم، والتوكيد، إلى غير ذلك. إذن إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة مقبلة مع حصة جديدة. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله.